مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. قدمت منظمة العفو الدولية تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في النمسا لعام 2021-2022، والذي تم فيه انتقاد عدم كفاية المزايا الاجتماعية والافتقار إلى تدابير لمكافحة التشرد وقانون المساعدة الاجتماعية الأساسي، بالإضافة إلى مواجهة مقدمي الرعاية للانتهاكات وتقاضي المهاجرون على وجه الخصوص أجورا زهيدة، وإضافة لعملهم لساعات طويلة، هذا بجانب القيود غير المتناسبة على التجمعات السلمية، علاوة على ذلك عمليات الترحيل وإبعاد طالبي اللجوء دون مبرر. كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات أكثر فعالية في عنف الشرطة، وتصف قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تبنيه في يوليو 2021 بأنه إشكالي للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما أبدت منظمة العفو قلقها بشأن التطورات في مجال حرية الصحافة. استنفرت شرطة مدينة فيينا للبحث عن قاتل حارس مدرسة هوفتغاسه الابتدائية في حي السيمرينغ، والذي وجد مصابا بعدة طعنات وجروح في غرفة بالمدرسة، وعلى الرغم من محاولات الإنعاش توفي الرجل متأثرا بجراحه. ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الشرطة، فإن ملابسات الجريمة وخلفيتها غير معروفة حاليا، وقد تولى مكتب الشرطة الجنائية للولاية التحقيق. وبحسب الشرطة ووفقا للشهود، فإن المتهم كان مقنعا، وربما يكون قد قتل حارس المدرسة ذو 46 عاما قبل وقت قصير من بدء الدراسة. وقد أعرب نائب عمدة فيينا وعضو مجلس المدينة للتعليم كريستوف فيداكيا عن صدمته، حيث قال أن هذا الفعل ترك الجميع مذهولين، كما أعرب عن تعازيه ومواساته لعائلة المتوفي، وأضاف أنه سيتم رفع أعلام الحداد بجميع مدارس فيينا. قال وزير العمل النمساوي مارتن كوخا أنه هناك ما يقرب من 1000 اعتداء لفظي وجسدي العام الماضي على موظفي AMS، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بسبب كورونا، وفي 65 حالة شاركت الشرطة التنفيذية. وتم تقديم شكوى جنائية في 34 حالة، وكان المكتب الأكثر عنفاً هو المكتب الموجود في غراتس الغربية، حيث تعرض ل 46 هجوم، يليه شرق غراتس 24 هجوم، ويعد خط الخدمة الهاتفية لـ AMS شتايا هو الأكثر جموحاً مع 207 شكوى، وفي فيينا 33 حادثة، وفي فرع الفافوريتنا الحي العاشر 20 هجوم. أعلنت وزارة التعليم في النمسا عن قواعد كورونا الجديدة في المدارس، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد عطلة عيد الفصح اعتبارا من 19 من أبريل، حيث سيتم تقليل الاختبارات ليكون هناك اختبار PCR واحد فقط في الأسبوع، وذلك مع بقاء متطلبات الكمامة في المدرسة خارج الفصل الدراسي حتى إشعار آخر. وفي عطلة عيد الفصح سيحصل الطلاب على اختبارين سريعين حتى يتمكنوا من اختبار أنفسهم خلال الإجازات وقبل العودة إلى المدرسة. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة السادسة في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.